أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المتميزة. اخترنا لكم اليوم الأستاذ تويلي خدوم تويلي النعيمي، صاحب مركز التويلي الطبي. نورتنا أستاذ تويلي اليوم. بنوركم والله، ونورت شاشة برنامج رواد الأعمال. حابين نتعرف عنك ونعرف السادة المشاهدين عن شخصك الكريم. أول شيء اسمي أنا تويلي خدوم تويلي سويلي من نعيمي. طبعا تخصصي أنا فني أجهزة كلية صناعية، خريج بريطانيا. رجعت بعد تخرجي وعملت بوزارة الصحة المستشفى المركزي سابقا ومستشفى الجزيرة تقريبا 22 سنة. بعدها فكرت على حصلت على تقاعدي وفكرت اني اسوي هو مش تخصصي هي. لكن نفس يعني نفس مجال الطب يعني مجال الطبي يعني. نعم، فقمت بالفكره هذه، سويت دراسه بسيطه، قدمت طلب على وزاره الصحه. وزاره الصحه طلبت اشتراطات واستوفيت بالشروط، وافقوا علي، فتحت مركز ب 2002. طيب خبرنا اكثر عن الخدمات، طبعا في ظل الخبره الطويله اللي عندكم في مجال السوق يعني. هو كان اول شيء مركز تاهيلي للعلاج الطبيعي مختص. الخدمه طبعا احنا صار في بيننا تعاقد عمل، المرضى اللي هم من وزارة الصحة تحولوا لنا، في عندنا خدمة بالمركز وخدمة منازل ما شاء الله. بعدها أخذنا مناقصة من القوات المسلحة، ما يحولونا مرضاهم سواء بالمركز أو عن طريق إيش يسمونه المنازل. ما شاء الله. يعني جميع ما يحتاجه المريض من كذا مكان يعني. حتى لدرجة أن كانوا يجون الناس من دول الخليج ما شاء الله، من السعودية، من قطر. طبعا السمعة الطيبة هي دائما سلطنة عمان. أكيد أكيد. خبرنا أكثر في ظل المنافسة الشديدة في المجال المراكز الطبية عن اللي بيميزك عن باقي المنافسين في هذا المجال. اللي يميزني في المركز بالذات هو العلاج الطبيعي. الحمد لله ناس خدمتنا متميزة، يعني أعلى الكوادر يعني. أيوة. موجود دائما نحن ماشي مع التطور، اشترى أجهزة حديثة زين، والأخصائيين عندنا ناس أنتم ذي خبرة طويلة ما شاء الله عنكم. طبعا أتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق. طبعا ما شاء الله وقت طويل في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العين بالتحديد، بدون هدف مستحيل أي هذا كان يصير واقع. حابين نعرف أيضا الهدف اللي حضرتك راسمه للسنوات القادمة. هدفي في السنوات السابقة أن أطور أكثر وأكثر في هذا المركز وأزيد أنشطة أخرى. الآن حاليا النشاط اللي عندي جراحة الأسنان وطب العام ومخاطبة النطق بالإضافة إلى العلاج الطبيعي ما شاء الله. طبعا احنا الحين نعمل البي سي ار بعد انه موجود عندنا، لكن يعني انا ميتي انه يكون اكثر انشطه عندي. اكيد اكيد. طبعا يا رب دائم النجاح والتوفيق، وان شاء الله تتوسعوا على مدار العالم وليس فقط مدار دوله الامارات العربيه المتحده. طبعا بما انه احنا ذكرنا الامارات لازم نذكر الامن والامان، النعمه التي يحسد عليها جميع من يقطن هذه الأرض الطيبة. حابين نعرف كيف ممكن يساعد الأمن والأمان على استقطاب المستثمرين ويشجع على الاستثمار في الدولة. الحمد لله الإمارات لها سمعة طيبة في الاستثمار يعني، الحمد لله. وعندنا الدولة فتحت مجال في السياحة العلاجي. أيه. النتيجة أن عندنا مستشفيات ومراكز طبية ما شاء الله تفوقها وعلى أعلى مستوى. على مستوى. بالفعل. أيه. حابين أيضا نذكر أنه كل هذه المجهودات من الحكومة وشيوخ وحكام دولة الإمارات، ونوجه لهم أيضا رسالة شكر من منبر برنامج رواد الأعمال ومن مركز تويلي الطبي.
اولا اشكر سيدي رئيس الدوله سمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان حفظه الله، ونائبه الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدوله رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وحكام الامارات السبع. طبعا نوجههم ايضا رساله شكر من طاقم عمل برنامج رواد الاعمال، تشرفنا فيك اليوم وبنشكرك على ظهورك معنا في حلقتنا لهذا اليوم. قبل ما ننهي الحلقه حابين نعرف كيفيه الوصول والتواصل لمركز تويلي الطبي. تواصل طبعا عن طريق الاتصال بالتليفون الارضي او الموبايل او الايميل، هذا هو التواصل. طبعا جميع ارقام التواصل ووسائل التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني ايضا سوف تظهر اسفل الشاشه. نشكرك مره اخرى استاذ تويلي. الى هنا اعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا الاسبوعيه مع ضيفنا المميز. تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC العربيه. دمتم بخير وفي امان الله.